هاجم علي خامنئي التظاهرات في العراق ولبنان واصفا اياها باعمال الشغب. وقال خامنئي ان ما يجري في العراق ولبنان ليست تظاهرات شعبيه، وانما مؤامره تقف وراءها الولايات المتحده والكيان الصهيوني. واضاف محذرا المتظاهرين في العراق ولبنان من رفع سقف مطالبهم خارج ما وصفها بالاطر القانونيه والدستوريه. الان نشاهد تغريدته معا، وجاء فيها على حد زعمه، جاء فيها إن أكبر ضربة يمكن أن يواجهها الأعداء إلى أي بلد هي أن يسلبوه الأمن، الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة. ويتابع: أوصي الحريصين على العراق ولبنان أن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه في بلادهم أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية بأموال بعض الدول الرجعية. هناك من قال طبعا إن هذه دعوة حريصة على طبعا التحريض على قتل المتظاهرين. وهناك من تساءلوا: من هم الحريصون الذين قصدهم خامنئي على وجه الخصوص؟ وآخرون تلقوا هذه التغريدة بعناد يزداد وإصرار على التغيير. الآن نذهب إلى قراءة في جملة من المنشورات العراقية التي دونها عراقيون تعقيبا على التغريدة السالفة. نبدأ بقراءة المنشورة تباعا، البداية مع أبو الحسن الركاب الذي كتب: موت عشرا موت مية نقافل على القضية، هذا صار نشيد والشباب دمها حار بعد ما تفيد هاي سياسة التهديد المبطن. في منشور آخر من يسمي نفسه زارة يكتب: ترى عيب تحكي بدون ما أحد يطلب رأيك، يا ريت رأيك هذا تحتفظ به لنفسك وتكرمنا بسكوتك. إلى المنشور الثالث لا، وشيماء فيه تقول: تدخلاتك خليها لنفسك، سمعت لو لام وانت اللي تقرر مصيرنا. هذا رأي فتاة عراقية. محمود يكتب: بس اطلع من عندنا انت وزبانيتك، احنا بخير ونعيم، وكثيرون يؤيدونك يا محمود.